مفاجأة هتحصل لسعر الدولار بعد إعلان موافقة صندوق النقد الدولي على رفع قيمة القرض وصرف الشريحة الجديدة خلال أيام. خليكم معانا وانتوا تعرفوا هيوصل كام. واضح كده أن رمضان وش الخير على المصريين، وده لأنه صندوق النقد الدولي أعلن في بيان رسمي أن مصر حصلت على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة برنامج الدعم المالي لـ 8 مليار دولار. طيب الكلام ده معناه إيه؟ والشريحة اللي هنصرفها هتوصل كام؟ شوف يا سيدي، القرار ده هيسمح بشكل عاجل بحصول مصر على مبلغ 820 مليون دولار قيمة الدفعتين الثانية والثالثة من قرض 3 مليار اللي مصر كانت اتفقت عليه مع مسؤول الصندوق في نهاية 2022، وكانوا متعطلين بسبب عدم إتمام المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح اللي بتنفذه مصر نتيجة خلافات بين الحكومة ومسؤول الصندوق اللي تم تخطيها مؤخرا. ما كناش بقى صرفنا منه غير الشريحة الأولى بس، وكانت بقيمة 350 مليون دولار، لكن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي طلع وأعلن أنه الأسبوع اللي جاي مصر هتستلم الدفعة الأولى من الفلوس اللي جاية من الصندوق الخاص بالشرايح الجديدة. طيب إيه بقى اللي غير رأي الصندوق بعد ما كان رافض يسلم الفلوس لمصر؟ شوف يا سيدي، معروف أنه كان في خلافات كبيرة بين إدارة الصندوق والحكومة المصرية، خصوصاً أنه الصندوق كان بيطلب من الحكومة المصرية دايماً تحرير سعر الجنيه وتسريع بيع أصول الدولة وغيرها من الإصلاحات اللي كان شايف إنها لازم تتعمل، لكن الحكومة كانت شايفة في 2023 إنه صعب يحصل تعويم للجنيه، والرئيس السيسي وجه بالحفاظ على المواطن وإنه يكون في المقام الأول، وقال إنه لو الأمر هيتعلق بالشعب المصري وأمن مصر القومي يبقى لأ. وده بقى اللي خلى الحكومة تعمل خطة كده تستهدف زيادة الحصيلة الدولارية من النقد الأجنبي عشان تأمن الجنيه المصري قبل ما تاخد قرار التعويم. وبالفعل بعد صفقة رأس الحكمة واللي هتدخل لمصر أكتر من 35 مليار دولار، وبالفعل دخل منهم 10 مليار الفترة اللي فاتت، أخد بقى البنك المركزي خطوة للتعويم وكان مطمن جدا وقتها، وده اللي خلى الدولار يستقر في البنوك لحوالي 47 جنيه، وده بعد ما كان وصل لمستويات قياسية عدت 70 جنيه. لكن التوترات بقى اللي حصلت في بلاد كتيرة على حدود مصر في الفترة اللي فاتت أظهرت للعالم كله أهمية الدور اللي بتقوم بيه الدولة المصرية لدعم استقرار الأمن في المنطقة. كمان مصر اضطربت اقتصادياً بشكل كبير بسبب النزاعات اللي حصلت دي، واتأثرت بالإيرادات الخاصة بقناة السويس واللي هي بتعتبر مصدر من مصادر رئيسية للنقد الأجنبي في مصر. كل ده وإدارة الصندوق على علم بكل حاجة وبتتفرج على اللي بيحصل من بعيد. ده بقى اللي خلاها ترجع تاني وتدعم الدولة المصرية في قراراتها، خصوصاً إنها قدرت بعد تعويم الجنيه إنها تكسر شوكة السوق السودة وتبدأ التعاملات ترجع تاني للسوق بقى الرسمي. أما بقى لو أنت بتسأل عن تأثير الفلوس اللي جاية من صندوق النقد على الدولار، معظم التقارير الدولية بتؤكد أن سعر الدولار العادل هيستقر في حدود بتتراوح ما بين 40 ل 45 جنيه، وده هيحصل بنسبة كبيرة قبل نهاية العام الجاري 2024 مع وصول باقي التدفقات الدولارية لمصر. في الكومنتس بقى هستنى أراءكم وتوقعاتكم لسعر الدولار.